انا قد القيس عايد دزوه دفعوه من الداخل ومن برا وزينوا هالو الحكايه باش يعمل 25 جويله ودزوه جبد رويحه وانا وحلوه وحلوه سامحني الفيتون في معناها في الداخل العائلات الاقتصاديه النافذه الكبيره 8 9 10 عائلات الكبيره كانوا انا علم باش يصير ممكن مش في الجزئيات لكن عارف عارفين بالتغيير لكن اكثر من هكا فما فيهم البعض فيهم سند ودعم فيهم بعض في بالو وسكت اليوم بعد صارت العمليه 25 جويليه اللي تنتلوا للعائلات هذوما كلاو كلاو ولا رسم تنتلوا في السفر وتنتلوا في معناها في تنقلهم وكذا اليوم ولاو يحبوا ينتقموا اليوم قاعدين يردوا في الفعل توا تم ابعاد المؤسسات السياسيه والبرلمان وكل سايق شدوا بقايحهم وتسكر عليهم وعاش حتى حد يبوجي شكون قعد وليبرتي واللي عنده امكانيات هي رجال الاعمال مانيش نحكي على رجال الاعمال نحكي على العائلات النافذه الكبيره اليوم العائلات النافذه الكبيره قاعده تساهم في الاسقاط قيس سعيد مش واحد ويا جاي السلام عليكم ما يعرفش نسكر لا دزوه ومش في بالهم احنا باش يبعدوه معناها بذكاء يا اخي ما حبش يبعد لهم بطبيعه الحال هو ما يعرفش يسير وناقص في التسيير وزاد دخلها بعضها فهمتني الامور ما مشاتش معناها فما ظروف اقتصاديه معناها دوليه معناها ساهمت في هذا لكن انت كي تسمع انت مشتقات تاع الحليب ما فماش والماء ما فماش اش معناها هذا يتعاملوا هنا توا كانت مشتقات نتاع الطاقه نتاع النفط والا معناش نتاع الاسمده نقولوا ما فماش والله نفهموا تجي من برا اما هذه انتاج محلي انا نقول لك فيها مواليح ابو طيحوه